هي المؤقتة ولكن كان لها الفضل المتواضع، الفضل المتواضع في تأسيس الجمعية، ريث ما تصبح اليوم إن شاء الله وإن أردتم جمعية قانونية رسمية بالمسابقة على كيانها وجودها وباتخاذ هيئة مسيرة لها. أحب قبل كل شيء باسمي الخاص وباسم أعضاء الهيئة المؤقتة نرحب ترحيب حار حار جدا بأخينا والمراغب سيد رئيس الجمهورية سي الفن وصى اللي هو يحفظ التصيح. يقول لي فما عدة المناصب الصيفة تبقى شرفية بعد انتهاء المهمة. احنا انتوكا نعتبروك هذيك الصيفة المعفوف بها. ولكن صيفتك الأساسية ونحب نرحب زادة قبل كل شيء بسي منصور معنا اللي هو مؤسس قائم لاتحاد الطلبة في عام 53 جويلة 53 كان هو أول رئيس في بعد التاريخ هذاك فما سي مصطفى كذلك عبد السلام الله يرحمه وهو كان سي حمد القروي الى اخره بحيث بيناتنا وزوجات البعض منهم موجودين من بيننا كذلك نذكر الاخيات اللي تحملوا المسؤوليه في اتحاد الطلبه ولا فارقونا والله يرحمهم ونحب اذا سي فؤاد سي منصور يرخصوا لي ويسمحوا لي نحب نترككم الوقوف دقيقه الصمت ترحما على اولا شهداء الكفاح التحريري، ثانيا شهداء الثورة، ثالثا الإخوان تاع الاتحاد اللي فارقونا ونرحم عليهم ونأخذ صمت على الترحم على الأرواح. والفاء العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا جزيلا. وزعناها لكم فما مشروع جدول اعمال عملناه مرتبط لهذا الغايه اليوم هي لقاء نلتقي مع بعضنا ثانيا باش نعلمكم بنتيجه مساعينا وكذلك باش ننتقلوا هيا لمواصله العمل في السنوات او الاشهر القادمه. نحب نقول قبل كل شيء ان مش هذه المحاوله عده محاولات سابقه صارت باش نحيي التراث الجمعية والمناسبة السابقة مع الأسف أما لم تنجح وإلا ما دامتش نتائجها. إذا إن شاء الله اليوم ننطلق بصفة جدية وبصفة مركزة إلى الأمام لإقرار هذه الجمعية جمعية قدماء الاتحاد العام لطلبته. في كلمة وجيزة نحب نقول لكم وناخذ رأيكم الغاية من أحداث هذه الجمعية مش تغني بالماضي. الغاية هي أولا لقاء. أنا لاحظنا حاجة اليوم وفي مناسبات سابقة وإن نلتقي أول حاجة هي الابتسامة والضحكة لأن نتذكر أيام الشباب أيام الطفولة قلت أيام الشباب أيام النضال في اتحاد الطلبة اللي كانت مع الناس بوليات أخرى غير دراستنا ونضال في الاتحاد زاد مع الناس شواغ الأخرى مادية إلى آخره حيث هذيك أنا أعتبرها شخصيا وأعتقد أنكم ستكون من الرأي أعز فترة في حياتنا عرفنا فيها النضال الطالبي النضال السياسي وعرفنا على بعضنا وكسينا يعني دامت وتواصلت إلى يوم هذا والدليل على هذا أن اليوم مجتمعين والبعض منا ما تقبلناش منذ 40 سنة 30 سنة 20 سنة إلى درجة أن ساعات هكا فما شيء من التردد باش فلان هو هذا ولا مش هذا والحمد لله سمعنا اليوم بس كي نتلاقوا غدوة بعد غدوة في الشارع ولا في أي مكان بدون تردد نعقل بعضنا ونعرف بعضنا ونستعرض بكلامنا. إذا الغاية من جمعيتنا هي أولا اللقاء. معناها يعني نكون فضاء للقاءات وتو نشوفوا عمليا وزع عليكم ملف باش تعملونا اراءكم واقتراحاتكم في هذا الغرض باش ما نقتصرش على اجتماعنا اليوم ولقاءنا اليوم يتواصل لقاءاتنا في المستقبل واعمالنا كذلك. نحب نقول حاجه كذلك ما احناش باش نقعد نتغنى بالماضي ونجمع في الوثائق هذا شيء ضروري زاد
وضيافنا اللي بتشده لزاتكي مربينا وكل اخ الاخوان ولا اخت من الاخوات عندها صور عندها وثائق عندها مقالات عندها اشياء الهيئه هذه باش تكلف حد يجمعها ويوثقها ولما لا نصدر كتاب كما سفوان كان سبب في اصدار كتاب في عند قدماء الصادقين لما لا كتاب فيه وثائق وصور والفوتوغرافية وعدة أشياء إلا معناها نحط فيها أهم ما يهم الاتحاد العام للتربية صار هذا يكون عمل للهيئة اللي ستنتخبها. كذلك احنا اليوم في تونس فما مشاكل عديدة وعلاش ما نساهمش فيها بالتجربة اللي كسبناها ما ننساش أن في اتحادنا كان سبب في تكوين عديد من المسؤولين ولا هما تحملوا مسؤوليات أعلى في قمة المسؤولية في الحكومة في السفارات في الولايات في المستشفيات من عدد كبير من عمادة الكليات والجامعات كل الميادين نذكرهم الكل ما فماش ميدان ناس كونوا في الاتحاد ما تحملوش فيها مسؤوليات وأبلوا الحلال الحسن وجابوا نتائج باهرة. هذه تجربة ما يمكنش نحتفظ بها لأنفسنا لابد تفيد بها بلادنا بها ظرف دقيق إلا يحتاج إلى مساهمة. كذلك وقت اللي تكون الاتحاد في منصور شفوان كلكم تعرفوا خير مني كنا عشرات في البداية ثم مئات اليوم الجامعة تعد 400,000 طالب وش 60% بنات احنا وتقرينا 1% كل بنت اليوم سب وش 60 معناها طالبات 400,000 طالب هذوما علاش ما نتصورش طرق واساليب لربط الصله بهم ويهيكلهم علاش ما نفيدهمش يضربوا هما في هذا مش نفرض عليهم علاش ما نفيدهمش بتجربتنا علاش ما نأجرهمش في عملهم النقد في ظروف حياتهم في اصلاح الجامعه نسهم في اصلاح الجامعه واصلاح التعليم العالي اصلاح المنظومه التربويه في كل هذه الميادين نجم نفيد. كذلك المشكل المشاكل اليوم هو الحاملين شهادات العليا العاطلين عن العمل، علاش ما نتصورش احنا بالنسبه لهم نعاون في تصور حلول لهم؟ وكيف نتجنب في المستقبل تكوين حاملين شهادات عليا في المنشور؟ اذا موضوع ملائمه التكوين للتشغيل معناه شيء اساسي، والخيال الموجودين هنا كلهم عندهم تجربه في هذا الميدان، كلهم. ولا سيما منهم الا شاركوا في المؤسسات وليعرفوا ما هي حاجات تونس وكيف نكون اطراف كل شارك كذلك في هيئه للدوله يعرف ما معنى التكوين الاداري السياسي وكل من شارك واصر على الجامعه يعرف ما معنى التكوين الصحيح. اذا المستقبل اللي نساهم فيه وعندنا دون استعداد وطاقات وامكانات باش نساهم فيه. هذا اخواني اللي حبيت نقوله ما نحبش نطول ونحب كلمه السيد فؤاد البرزع وبعد السيد منصور معلم خلي يعطينا توجيهات وتصورات واراه في نشاط هذه الجمعيه لا يعطينا اراه افكارهم واقتراحاتهم بالنسبه للتصور لنشاطنا المستقبلي. يعني يظهر لي سي منصور ادرى انسان باش يعطينا معناها على خاطر ربط الماضي بالحاضر هو الاهم اهم جدا لان يعني كما قال سي مختار احنا معناها التجربه نتاع الاخوات والاخوه في الاتحاد تجربه كبيره ياسر الكلنا تكوننا واحنا نعتقدوها اللي مدرسه حقيقيه كانت عندنا تشكيلات اخرى وحزب سياسي وعندنا منظمات ولكن في الاتحاد حقيقه شعرنا كونه حقيقه ثم معناها تكوين وتكوين صحيح متين خلينا من بعد نتصرفوا عند ما مرسوا انا ما عنديش توجيهات بالنسبه للمستقبل كما قال عمار يزيدوا بالتوجيهات معناها الهام كونه هل الجمعيه هذه تربط الصله بين الاجيال الكبيره توا احنا اللي نرى فيهم تقريبا جيلي انا والجيل او الجيل اللي بعد ما هكا لا شويه هكا هو فما اجيال اخرى اللي برزت في الاتحاد وخذت مسؤوليات في الاتحاد وبعد الاتحاد يظهر لي هذوك مازال يلزمنا نربطوا بهم صله متينه باعتبار اذا كان نحبوا نواصلوا هذا العمل هذايا ونبرزوا بهالجمعيه هذه
في إطار دائما وأبدا الإشعاع. باش احنا تألمنا كثير وسي منصور يقول لي موافقني على طول، تألمنا زينا احنا عندما افتر الاتحاد وعندما اضمحل الاتحاد من وحده. وانا عشت فترتي يعني حاجتي اضمحلال الاتحاد الطلبه واضمحلال جمعيه قدماء الصادقين في ان واحد معناها. فكانت حقيقه الانسان كيف الانسان قصيت له جوانحه هكا انسان معناها عروق ولا عروق معناها ما يتصورهاش انسان. انسان كيف رجعنا رجع الاتحاد بما بشويه وما نرجعوش للتاريخ واحنا ماشيين جماعه قربها ومازال موجودين منهم معناها الى معناها اليوم معناها اللي رجعها شويه الاتحاد ينشط يلزمنا احنا نكونوا نعطيه التجربه كما قال سي مختار. تجربتنا احنا اللي خليت رغم المشاكل ورغم التيارات اللي كانت موجوده في الاتحاد بما مش عشنا تيارات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. ما هوش خلاف بين الساترة والشيوعيين فقط، كان حتى التروسكيست كل عشنا معناها خاصة اللي عشناها اللي عاشوه في اخواننا في تونس واللي عشناها احنا في باريس في 115 في ناس السي منصور هذاك خلانا